الو هلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا. اسمع انطور. اسمعك حبيبي. انا الحين من مخلنع. بسم الله الرحمن الرحيم. كفاية هجولة 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 هجولة. شبابي يلي تشتقون المعانا. يلا يا شباب، يلا يا أحفاد أبو بكر، يلا يا أحفاد عمر. التوبة التوبة لذيذ عسلها. في هالطريق مضينا ومضينا ومضينا وجربنا وسوينا وسوينا، رحنا وهجولنا وجينا، لكن أخوان كفاية هجولة. يلا يا ولد، يلا يا ولد، ضحك على الحورية. صف الأول يا ولد. يلا يا شباب اقربوا، حورية تضمك تنسك حليب أمك. كفاية هجولة. أحرق الليل والليالي بعد. قربانين الشباب، مرة غربي ومرة عرب، مرة شكشكة مرة راب، مرة مدري شلون. كفاية هجولة. زاحف على البيبان منتهي مهجول صح مع المخدر، صار همه ورجواه وسكارته ما تنطفي يا شعلها. كفاية هجولة. كفاية هجولة. قال انت وين رحت؟ قلت في المخدرات. قال وين بعد؟ قلت في الطرب. قال وين بعد؟ قلت في التفحيط. قال وين بعد؟ قلت في السفرات. قال وين بعد؟ شراب. قال وين بعد؟ زنا. كل شيء يخطر على بالك. كل ما سألت واحد وشلونك قال زفت الحمد لله. طيب لما انت زفت؟ ثلاث مرات يا اخوان حاولت ان انتحل ثلاث مرات. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وش هذه معيشة ضنكة؟ كثير ما يعرف ضنكة. كفاية أنا تعبت الآن أبي أرتاح، أنا خلاص أبي أغير. الجاهلية درب مظلم وعفنا والنفس من شيلة تعاني مللها. تدري وين لقيناها؟ السعادة في المسجد قيام الليل. السعادة والله وجدنا السعادة الحقيقية فعلا يا شباب. والله مكانكم مو بهذا المكان ولا مكانكم رقص وأغاني يا شباب. والله مكانكم الصف الأول، مكانكم المسجد، مكانكم الروضة. أجمل دقايق وأجمل إحساس عشنا مجالس الطاعة وجلساتها الها. مؤسسة عبد الله للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع تسجيلات الأمة تقدم كفاية محاضرة للداعية عبد الرحمن الحربي. أحبتي، عنوان لهذا اللقاء وهذا الشريط عنوان قد سمعه أكثركم، وهو عنوان كفاية هجولة. كفاية هجولة. وش يا شباب؟ ها يا شباب، كفاية. لا ما أسمع اللي هناك يا شباب. كفاية بأنواع الهجولة العدة، سواء تفحيط، سواء أغاني، سواء رقص وشكشكة، أنواعها العدة. أحبتي، أذكر يوم من الأيام عيد الفطر المبارك اللي راح، كنا يا شباب ثالث العيد في الثمامة. زين يا شباب ركزوا عشان تحترون يا أخوان. كنا بالثمامة، كان الشباب الله يهديهم مجتمعين تقريبا 200 سيارة، 250 سيارة. تصور 250 سيارة، قل كل سيارة فيها شخصين، كم عددهم؟ كم عددهم؟ 500. وين 400؟ الله يهديك شكلك ليلي. 500 واحد. طيب يا شباب وش كانوا مسوين؟ مسوين حركة غريبة عجيبة، مسوين دائرة كبيرة 250 سيارة ومشغلين الصوت بأعلى صوت غناء ويرقصون. طربانين الشباب، مرة غربي ومرة عربي، مرة شكشكة مرة راب مرة مدري شلون. سبحان الله، قلنا ننزل للشباب، والله نزلنا فعلا للشباب. يوم وصلنا للشباب وش سووا طبيعة الشباب؟ قعوا النحشة. حنا والله يا اخوان من حرصنا على اخواننا وش سوينا؟ اتحمسنا اخواننا، يعني راحت حياتهم رقص وشكشكة وخرابيط واغاني، لا لازم نقف مع اخواننا. والله وقفنا مع الشباب يا احبتي. يوم الشباب يتناحشون كنت انا يعني مرة كنت أقول له تعال حبيبي، أوقف واحد من الحشون. قال وش تبي؟ قلت أسألك بالله الآن لو ملك الموت جاب تفقع؟ قال ها. قلت لو ملك الموت الحين جاك تفقع؟ قال لا والله ما فقع. قلت يو ما طب اجلس اجلس. سبحان الله جلس. الثاني أسألك بالله أخي الحبيب لو ملك الموت جاك الحين تفقع؟ قال ما يمديني مطوع والله ما يمديني أفقع. قلت اجلس. ثم صرخت الشاب يا شباب تعرف 250 سيارة صعب تحركها، ما تتحرك بسرعة. فقلت يا شباب أسألكم بالله لو أتاكم ملك الموت الآن تفقعون؟ تركبون السيارات؟ تدق السلف بتعط؟ كانت إجابات سلبية. بدينا يا أخوان نتكلم مع الشباب. يا أخوان والله مكانكم مو بهذا المكان
ولا مكانكم رقص وأغاني، والله مكانكم الصف الأول، مكانكم المسجد، مكانكم الروضة. وتكلمنا سبحان الله، 250 سيارة اللي كانت على باطل أصبحت على إيش؟ على حق سبحان الله. الدائرة اللي كان يعصى فيها الله سبحانه وتعالى أصبحت دائرة وش؟ يطاع الله فيها سبحانه وتعالى. وهذه أحبتي من فوائد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عاد يوم جلسنا مع الشباب وأخذنا وعطينا مع الشباب وانتهى تقريبا ساعة، مضت ساعة على اللقاء، ثم قلنا يا أخوان أي واحد الآن في موترة شيء يغضب الجبار سبحانه وتعالى يخرجه لله، يلا يا شباب، يلا يا أحفاد أبو بكر، يلا يا أحفاد عمر. والله بدأوا الشباب يتحمسون سبحان الله، الآن توه فاجر الصوت وحاط الأفر ومفتح البيبان ويرقصون، واللي رابط الشماغ على وسطه ويهز، واللي غربي يفرش. الآن سبحان الله يا أخوان بدأوا يطلعون الأشرطة ويرمونها. والله شوي جت البكتات، شوي جت ولاعات، شوي جاء واحد قال مطوع عن إذنك. قلت سم، قلت الله يسر من البرزات، يبرز بي. قال لي مطوع، الله يجزاكم خير يا أخي، وينكم من أول يا أخي، حرام عليكم تتركوني. وتكلم سبحان الله، ثم قال أنا والله من هذا المكان أبعلن توبتي، لكن اسمع يا مطوع، أنا بعطيك رقم، هذا الرقم أفسد شباب الرياض تقريبا، ما أبالغ قلت ربعهم. قال هذه أكبر شبكة دعارة تدار في الرياض، وعطاني الرقم. قال تكفى يا مطوع، تكفون الشباب لا يضيعون، تكفى يا مطوع الشباب لا يضيعون. يتبيض الله وجهك. وكان هذه من الفوائد في هذه الجلسة. عموما يا شباب، طلعنا من الشباب وبدأنا نمر على الجلسات اللي بالثمامة ثالث العيد. وصلنا الجلسة من الجلسات، هذه الجلسة فيها واحد غريب، وهذه الظاهرة حقيقة بدأت تنتشر عندنا في الرياض يا أخوان. الرجال خوينا ذا يوم جلسنا وسولفنا ما أزين منه سبحان الله، لكن فيه مشكلة واحدة. وش هي؟ إن شعره مطشم. وش معنى مطشم؟ مطشم من تطشيم، يطشم تطشيما، ويقال للشخص شعرك مطشم أي يصبح كالفيري إذا وضع في سطل الغسيل. شفت الفيري يوم يحطونه في سطل الغسيل وش يسوي؟ يطشم صح؟ هذا شعره مطشم، الله يهديه، ملتف كأنها أطراف فرشة. وجلست أنا المنظر شدني، والله جلست أضحك، ثم أوز عنه وأضحك وأرجع وأنظر في وجهه وأضحك، ولابس نظارات ليلية شمسية في الليل. قلت الليل أبو الشباب مسريها شكله. وتكلمنا سبحان الله، وتكلمنا وتكلمنا، ثم قلنا يا إخوان اللي عنده في موترة شيء يغضب الله يخرج الآن لله سبحانه وتعالى. راح هذا أخوينا، أنا استأنست يوم راح لابس يا إخوان كوت ضيق بيتشقق عليه شيء مكتوب عليه مار البورو، وجنز شيخ أحس الجنز يقول فكني اعتقني. وراح الموتر وجاب شريط غريب، أنا أول مرة أشوف قلت هذا وش؟ فيديو سي دي وش السالفة؟ شريط أخوان كبير زي الكاسيت كبير. قال لي يا مطوع، قلت سم، قال هذا شريط من عام 1930. قلت يا ولد أكبر من أبوك الشريط. قال هذا من عام 1930. قلت وش هذا؟ قال هذه، شوف يا أخواني شلون الشيطان سبحان الله يسوق بعض الشباب سوق إلى الهلاك. قال هذه يا مطوع أغاني كلاسيكية. قلت عجيب، إيش معنى كلاسيكية؟ قال لا تدقر يا مطوع. قلت يعني زي اللي يقولون هي جون بليز ووتر، قالوا إيه زي ذي. قلت والله إنك مخفي، طب تعال البيت يا أخي وأنا أقرق على راسك زي كذا سبحان الله. فأحبتي سبحان الله هالأمور مع هالشباب والله عجب العجاب، لكن ما أطيب هالشباب وما أحلى هالشباب إذا وقفوا في مثل هذه الجلسات المباركة. يوم من الأيام أحبتي مرشد طلابي في أحد مدارس ثانويات النسيم قال لي عبد الرحمن، قلت سم، قال أنا عندي رسالة دكتوراه دراسات عليا، وكان عنوان الدراسة، تعرفون النسيم يا شباب ما يحتاج، ها النسيم معروفة. قال أنا دراساتي العليا البعد عنوانه السلوك العدواني في ثانويات النسيم. قال أنا جربت عندي 20 طالب مرة داجين أحوال أحوال الله المستعان. قال أنا بجربت عليهم الاجتماعي، السلوك الاجتماعي، السلوك الثقافي، السلوك الطلابي، السلوك الدراسي، ما فات. يقول أبيك تيجي جلسة لمدة ساعة نص ساعة نطبق عليهم السلوك الديني. زين يا شباب، يوم رحنا لهالشباب الأحوال الأحوال 20 واحد، دخلت سلام عليكم، أقول السلام عليكم وأنا داري الموضوع مو بلي، وعليكم السلام اللي يرمش كرمشات سبحان الله. طيب جلست مع الشباب، خذينا وعطينا وسولفنا وضحكنا وكاكا. يوم قالوا كم رقمك؟ قلت يا شباب لعيونكم الرقم، وأعطيتهم الرقم، قلت الرقم 050، وأعطيتهم. بعد يومين جاني اتصال في واحد قبل يا اخوان كان جالس على يساري اسمه رمزي. انا قلت له شوف البدوي اسمك رمزي شلون جايه؟ قال جات يا مطوع عاد مشهور.
هذا رمز يا اخوان كان مرتفع يعني ايه قاضم زين يا شباب، وكان مو على بعضه، كل شوي يمسح الماسه، شوي ناظر، شوي يرجع، تعرف احوال الله المستعان. شوي قال لي مطوع يوم السانس وشاف الجو زين وضحك وسواليف، قال لي مطوع اتسم، قال والله من يوم خلقني ربي ما سويت لحد شاهي، بس لعيونك شاهي. قلت الله يستر من هالشياب، شكلي بسريها لليل معكم. قلت وين بتروح، وين الشاهي؟ قال لا هذا شو كافتيريا، ويروح يجيب لي شاهي. عاد تعرف لازم شمينا شوي، طعمنا الحسنة، شوف في شيء مو الوضع لنا ولا مو بلنا. سبحان الله يا اخوان، كنت اخذ ارشف شاي، انزل الكاس، وش يسوي مثلج يا اخوان، ياخذ الشاي يقول ازيدك يا مطوع يا ابن الحلال، كل ما ارشف احط الكاس ازيدك يا مطوع، ينقز الكفتيري يحط موي، قال عشان يحتر. قلت لا الله يخارجنا من الكاس. سبحان الله، مرت الايام احبتي، بعد يومين ثلاث ايام الجوال يرن، الله اكبر الله اكبر. احبتي تونا الحين بدري، لكن هذا اول بكت يجي الحين. طيب مربورة احمر، احرق يا ولد احرق، احرق الليل والليالي بعد. طيب ها شوفوا يا اخوان ما شاء الله، واللاعة بعد حركات زمان يحط الولاعة داخل بكت. طيب يا شباب وين حن في رمزي؟ رمزي طيب جيب لي ابيض عشان الجو يصير صح بس. طيب رمزي هذا يا احبتي دق بعد ثلاث ايام، الاتصال كان الشكل الاتي، انقلكم الى رمزي والاتصال. الو الو هلا، السلام عليكم، اللام ما تطلع، يبي له محضر استشمام الله يهديه. قلت وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، هلا. قال انا ما اعطيتهم اسمي، اعطيتهم لقب، قال معي فلان. قلت ايه، انا عرفت انه من ايش، من العشرين، انا عشان اميز الاتصالات. قلت ايه معك فلان، قال اسمع يا مطوع. قلت اسمعك حبيبي، قال انا الحين منص مخل النعله تكلم. قلت شلون؟ قال تحدث، ابي اسمع واعطيه. اخوان يا ابن الحلال، قال الله قال الرسول، ليش تهلك نفسك، ليش تروح للمهالك، ليش تودي نفسك 60 داهية يا اخي، ما كفانا خلاص، الى متى ولا لا. تكلمت يا اخوان تقريبا 12، انا السالفه اللي اقولها اعيدها مره ثانيه لاني ادري ان ايش مفوت، فهو يلقط واحده والثانيه انا داري انه يفوتها، فكل موضوع اطرحه مرتين ثلاث مرات اربع مرات، عشان ادري ثنتين تروح واحده تمزك، وبعض المرات الرسالة مقطوع تروح كلهن. سبحان الله بعد تقريبا 12 دقيقة يا إخوان من الاتصال، قال سبحان الله. قلت يوش جالس تفكر ذا ما يسمع. قال تصدق مطوع، أنا جالس قبل شوية أكلم واحد من الدشير، الله يلعن طيط، مشفر الكلمة. قال والله كل كلام الله يلعن طيط، مشفر الكلمة، يقول سب ولعن يا ابن وين البضاعة عندي حمار. يقول الحين أنت تقول لي يا رمزي ويا ابن الحلال وعشان أهلك وذا يسب فهلي، شوف وش أثر فيه يا إخوان، إني كنت أقول له يا رمزي لو أنت صلحت صلح بيتكم، صلح أهلكم، صلح حيكم، صلح مجتمعكم، صلحت زانت أموركم، أثر فيها الكلام. يقول الحين أنا داق على واحد زاحف وكلامه كله سب ولعن، وينك وأنت الله يلعنك ويلعن أهلك ويلعن خامس أهلكم. سبحان الله. قلت طب رمزي وينك فيه؟ قال أنا في النسيم. قلت تجيك يا رمزي؟ قال لا. طبعا هو الحين ما نقدر نحكم عليه الحين لان وضعه مشفر. قال لا قديمه حركات الهيئه. قلت من الهيئه يا ابن الحلال؟ قال لا قديمه حركات الهيئه. يا رمزي يا ابن الحلال؟ قال لا قديمه، تجوني مع الهيئه وتمسكوني ترى قديمه الحركات. قلت زين سبحان الله واتركه. اليوم الثاني العصر دقيت على اخوينا من رمزي، كان رمزي صاحي، كلمت رمزي، جلست معه تقريبا ربع ساعة كاملة. سبحان الله، رمزي اللي كان وكان تغير الحال، قال لي أبيك تمرني، قال ما راح أتكلم أنا أبيك تمرني. يوم مريته يا شباب، يوم مريته فتح شنطة الكامري رمزي، طبعا الله المستعان رأيت منظر للأسف يقع فيه كثير من الشباب، طبعا فك استبنة الكفر، رفع الاستبنة، ثم نطلع شو اسمه ذا صندوق الشد والربط، ثم تقريبا كيلو حشيش، طبعا السعر 8500 9000 ريال. قال لي هذه الان بضاعه بقيمه 9000 ريال وهذه بطنين، انا خلاص ابي اغير. يقول خلاص انا تعبت الان ابي ارتاح. شلون ارتاح؟ سبحان الله. بنرجع يا شباب تذكروا ان بنرجع للسبب اللي خلى رمزي يسوي كذا، وللسبب اللي خلى ابو شعر مطشم يسوي الشريط ذاك اللي له 80 سنه معه و85 سنه، وبنرجع لأحوال الشباب. أحبتي سبحان الله،
منفوحة قبل ثلاثة أيام يوم الأحد الاثنين الثلاثاء اليوم الأربعاء ثلاثة أيام موصل واحد من جامعة الملك سعود إلى منفوح. وصلت يا أخوان يوم نزلت سبحان الله جالس أسولف مع أخباركم نزلت بيته قدام البيت هم اثنين عيني عينك يبيعون. أنا وش قلت خلني أخش معهم دعوة حركات وأروح لين عندهم. فتحت دريشة نزلت دريشة السلام عليكم. قال هلا مطوع هو يعد الآن يعد الدراهم. وعليكم السلام ورحمة الله. مطوع هلا كيف حالك ناقصة 10 ريال راح يقول لك كذا يا أخوان والله قدامي. قلت كيف حالكم طيبين. قال لا الثاني يقول له يا ابن الحلال والله أجيبها لك. قال لا لا يا ابن الحلال مطوع كيف حالك مو معي أبو الشباب جاي يبيع الحين يعني أنت مخرب عليه. أنا والله يا أخوان سبحان الله بنتكلم في السبب اللي ترك هالاثنين إلى هالمرحلة لكن مو بالآن سبحان الله. أنا بغيت أقول له طيب يا أبو الشباب ورا ما تسامحه في العشرة بغيت أتوسط له يخصم عليه 10 ريال ويأخذ بضاعته. والله من جد جالسين يتبايعون قدامي ولا صعبة يعني شعب الأخلاق. زي واحد من الشباب سبحان الله في العود يقول قبل استقامتي جاني مرة أخوي قال لي فلان شفت اللي معك ذا قلتي قال هذا والله إني بيعك يوم من الأيام ب50. يقول أنا والله حفرت في راسي حفرت هالكلمة في راسي معقولة فلان يبيعني بهالرخص ب50 عاد قل لي يا أخي نص ربع نص شيء. يقول والله حفرت يوم رحت له قلت له فلان يقول كان معنا الله المستعان بلاوينا يقول قلت له فلان أنا بتوب. يقول جالس أخطب أخوي قلت له خلاص بتوب الآن صديقة في هذه اللحظة المفروض وش يسوي الصديق الصالح يا أخي الله يوفقك روح يا فلان ابتعد. وش قال يوم قال له أنا بتوب وش قال له ذا الثاني صديق السوء قال قول أفرط أفرط بس أفرط بلا توبة بلا خرضي سبحان الله. أحبتي عشان ما نأذر في المجال معنا اليوم أخونا وحبيبنا شايع القحطاني أبو سعد. طبعا شايع أحبتي فنان سابقا وشاعر والآن هو فنان في الدعوة حاليا. أسأل الله أن يوفقه لما يحب ويرضى. ونبقى أحبتي مع أخونا أبو سعد شايع القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. أما بعد حياكم الله وبياكم في هذه الجلسة المباركة. لنا تجربة كانت سابقة في الفن وما أدراك ما الفن. رحنا وهجونا وجينا لكن يا أخوان ما لقينا السعادة. والله العظيم كنا يا أخوان كنا ندور على السعادة بحثنا عنها في كل شيء لكن ما وجدناها. والله ما وجدناها إلا في الدين يا أخوان سبحان الله. يا أخوان في أحد المرات كان عندنا طلعة في منطقة التمامة عشاء وبعد العشاء كنا مخططين على جلسة. فسبحان الله كان في أخوان هناك مسوين مخيم دعوي جزاهم الله خير. والله العظيم يوم أذن المغرب شوف الإنسان فيه خير سبحان الله. يوم أذن المغرب جاء واحد من أخويا قال إيش رأيك أبو سعد راح نصلي. قلت أبشر. والله يا أخوان ما قلتها إلا مجاملة بس ما هذا الرجال ذا يقول ما تصلي مستحي من الرجال. والله وروح نصلي معهم مغرب. عقب الصلاة جاء الشيخ الله يجزاه خير والقى كلمة وعجبنا الوضع عقب الكلمة والله وتكيمك وجابوا شاي وزي كذا وقالوا عندنا كلمة عقب الصلاة. قلت أبد معكم اليوم. فكان أخويا يدوروني فهمت لدرجة أن في ناس طلعوا يدوروني اللي راح ورا الطعس اللي راح وأنا جالس متكي مع الطعس. والله زان الوضع أخوان يوم رجعت عندهم رجعت غير الصورة اللي أنا رحت فيها. ولكن سبحان الله أخويا الشر ما يخلوني. فبعض الشباب وده يجي هنا بس ما يقدر تحصله خايف لا يلتزم. والله العظيم يا اخوان كنا اول نشوف المطوع اقول ذا المطوع وش عنده وش يبي ذا المطوع مقصر ثوبه وكل شيء ما يجوز كل شيء يتق الله وكل شيء احسب ان المطوع اقول مساكين ذا المطوع. والله انا المساكين المطوع ذا فاله استراحات ورحلات مكه وطلعات وعشاء بدون قطه واشياء. والله يا اخوان فالحمد لله يا اخوان اللي هدانا لهذا الشيء. المواقف كثيره اذكر موقف يا اخوان كنا مره في احد الاستراحات في الرياض وكنا جالسين جلسة الطرف الله يعودها ان شاء الله. فعقب ما خلصنا الجلسه يا اخوان قام واحد وجب يمشي طاح الرجال عندنا نحسب انه رمات الرجال. تخيل الموقف يا اخوان عاد الفنان والشله حقه وحقين المراويس والله ما تشوف الا النعول الله يكرمك والمراويس مع الدرج كلهم انحاشوا. واحد من اخويا دق علي وينك قال في القطار رايح الدمام يحسبون الرجال مات. شوف سبحان الله الاخوه تنتهي مجرد ما يصير موقف بسيط وكثير من الناس جربوا وكثير من الناس راحوا ومشوا وهجولوا لكن الحمد لله على الهدايه. والله بعد الهدايه الانسان يرتاح يا اخوان. والله أقولها مو بمجاملة والله العظيم الإنسان يجرب بس لا يخاف. بعض الناس وده يلتزم بس خايف سبحان الله يقول أترك فلان وأترك خويي وأترك مدري وشو. جرب بس الله يعوضك. والله يا أخوان تركنا أشياء كثيرة لوجه الله سبحانه وتعالى. من ترك أشياء لوجه الله يا أخوان عوضها الله خيرا منه.
والله يا اخوان عوضنا الله الراحه يا اخوان. الواحد يجي يحط راسه ينام ما عاد يفكر. اول والله الواحد ما يقدر ينام. كل حياتك اغاني، كل حياتك طفش، كل حياتك كل ما رجت واحد كيف حالك قلت زفت الحمد لله. هذه يا اخوان مصطلحات الشباب. كل ما سالت واحد وشلونك قال زفت الحمد لله. طيب لما تزفت والله تصلحها مع الله والله تزين يا اخوان. ويجرب الواحد والله يجربنا يا اخوان، والله يجرب بس يخش والله يرتاح يا اخوان. من المواقف ايضا الطريفه بعد الهدى الحمد لله كان في عمره لمكه يا اخوان، سبحان الله تو الانسان تايب وزي كذا والامام مرتفع. اول ما توفرت الرحله ذيك ونسجل وطلعنا معه لمكه، كان في احد الاخوان كثيرين موجودين هنا يا اخوان شاهدين القصه هذه. الشاهد ان يوم ركبنا تغير الوضع والله يا اخوان. دعاء السفر، كلمه، دعاء مستجاب، واشياء والله ما كنا نعرفها ابد يا اخوان. يوم وصلنا مكه احرمنا ودخلنا مكه يا اخوان، الموقف اني شفت سبحان الله في ناس يبكون عند الحجر الاسود، فاشوف جاء بيدي واحد من اخوياي تايب بعد قال يا ابو سعد شوف الحجر الاسود فاضي، هو يقصد الركن اليماني. ما انا عارف يا اخوان والله وجهنا ويا الرجال ويلا عند الركن اليماني، كل واحد منا يصيح ويبكي سبحان الله تايبين والناس ينظرون فينا. وانا اقول يا اخوي يا اخي غريب الناس يكون هناك احنا جالسين ما حد يمنا هنا. قال ما عليك هذه سبحان الله هذه فرصه من الله سبحانه وتعالى ما في احد. لكن الحمد لله يا اخوان الهدايه والله العظيم ان بعد الهدايه الانسان يرتاح يا اخوان، يرتاح والناس ترتاح منك سبحان الله. اول كنا مدين الناس لا مرات في الشارع اخر الصوت وين والله يا اخوان. لو ادري ان الدين فيه راحه زي كذا والله كان من زمان. والله الان تحسفنا على السنين اللي مضت يا اخوان، والله العظيم يا اخوان تحسفنا على كل ساعه مرت ما ذكرنا فيها الله. الانسان يتحسف على كل دقيقه ما ذكر فيها الله. وش حياتك اصلا يا اخي بدون الله سبحانه وتعالى؟ وش حياتك والله ولا شيء. الله اصلا ما خلقك الا لتعبده، اصلا ما خلقك الا للعباده. انتهانا خلاص ما يبي لها، اعبد الله بس واستق ما تحت الله والله تشوف الراحه يا اخوان. كثير من الشباب والله طفشان، يدق علي واحد قبل اسبوع يقول معك المجروح، قلت راح المستشفى المجروح ما حد جرح، المجروح المظلوم مسوي نفسك مطهبل بنفسك على الفاضي. صل فرضك والله العظيم انك لو استقمت على الطاعه والله تلقى الراحه. وانا اعود لكم ان شاء الله فاصل ونواصل ان شاء الله. والله الفرق كبير يا اخوان، فرق فرق والله العظيم. لو اتكلم لين بكره يا اخوان ما راح اوفي. فرق واسع والله يا اخوان، ما في فرق بين حياتي الاولى والحياه اللي انا عايش فيها اليوم. زي ما قال اخونا ابو دجانة بعض الناس يشوف الفنان، والله يا اخوان اعرف فنانين اقسم بالله ما ينام الا بالمنوم يا اخوان. هذا الفنان اللي يطلع قدامكم وانه يتبسم كله والله يا اخوان بس ترى والله كله زين. جلست مع اكثر الفنانين يا اخوان، والله فنانين مشهورين لا داعي لذكر اسمهم والله يا اخوان، والله العظيم ما يقدر ينام. والله بعض الفنانين ما ينام الا بالمنوم، لا يغرك ضحكته قدامك، يطلع ويصرح انه مدري ايش. والله يا اخوان حياتهم طفش وزهق. وبالعكس والله في فنان كبير يا اخوان، يوم رحت لمه من الفنانين اللي حاليا موجودين على الساحه نسال الله ان يهديهم ان شاء الله، يوم رحت لمه قلت انا بصير فنان، لان شوف طموحي وش طموحك فنان شوف. قال والله انصحك ابو سعد لا ترى المجال هذا والله العظيم ما في راحه ولا في سعاده. هم بنفسهم عارفين انه ما في راحه ولا في سعاده، بس الشيطان وعوانه سبحان الله. والله العظيم ما في سعاده، ما في سعاده الا بذكر الله. والله ما تسعد وين بتروح يا اخي من الله سبحانه وتعالى؟ كم من فحر تاب، كم من فنان تاب، ليش تاب؟ كم من مروج تاب، ليش تاب؟ طيب اسال اروح لما قلنا انت ليش تبت؟ هذا مروج كان يروج ويستخدم يسوي ليش تاب؟ هذا فنان كان يعزف وكان له جمهور وكان ليش تاب؟ وهذا مفحر ليش تاب؟ ما فيها صلاح يا اخوان، بيهجول بيطهول مرده والله العظيم الله سبحانه وتعالى. ثلاث مرات يا اخوان حاولت ان انتحل ثلاث مرات. الغريب في القصه يا اخوان اول مره خلاص عزمت اليوم انا بني حياتي ما فيه من الطهبله. والله يا اخوان كنا راجعين من الاستراحه الساعه 3 الفجر، شوف راجعين من الاستراحه يوم جلست في البيت قلت ابد اليوم انا انهي حياتي خلاص الى متى؟ طفشت يا اخوان والله طفشت، ضاقت علي الارض بما رحبت يا اخوان. قلت ما فيه الا انتحر انتحر واكتب وصيه هالكفر يا اخوان معروف، وقلت هذه يقرونها من وراي للاجيال اللي بعدي. المهم يا اخوان والله العظيم ما ارقى فوق السطح. الغريب في القصه يا اخوان اني رقيت لهم فوق فهمت؟ كان تحت العماره في خشب في مسامير، قلت لا ما له داعي يا ابو سعد انتحار ومسامير اجل. والله يا اخوان شوف هذه كلها سبحان الله يا اخوان مثل والله ملء الارض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. قلت بكره بكره ومن بكره جيت معزم خلاص اليوم اطبح اطبح ما فيه. والله اني نازل الصباح عقب صلاه الفجر
شلت المسامير اللي تحت وذا، قلت خلها تكون موتة طيبة، فهمت الله قدامك بنتهر خلك تموت على شيء طيب. اليوم الثاني يا اخوان ارقى سبحان الله، والله جاء مطر. شوف قلت ما له داعي ابو سعد، الجو زين وشاري ما خلى بكره. والله يا اخوان سبحان الله الى الجو واحد الله يجزاه خير، قلت ما ادري فلان انا خلاص انا ابنتهر خلاص، ما عدا بالحياه يا اخوان. والله طفشت اقسم بالله طفشت يا اخوان، كرهت كل شيء يا اخوان كله والله بسبه الاعراض عندك رسم حتى. قال يا اخي انت ما تصلي، والله يوم قال لي ما تصلي يا اخوان ارتعدت سبحان الله. هذا خويي بعد مو مستقيم، نسال الله ان يهديه ويثبته ان شاء الله. والله يا اخوان يوم قال لي ما تصلي والله ارتعدت، هذا اللي ما صلي قال انت ما تصلي يا اخي جرب صلي يوم واحد شوف كيف تزين حياتك. والله يا اخوان صلاه واحده غيرت حياتي، صلاه الفجر. والله يا اخوان يوم دخلت المسجد ذاك اليوم معه كني اول مره ادخل المسجد، انا كنت ادخل اول المسجد بس ما كنت ادخل لله سبحانه وتعالى. والله العظيم الواحد يدخل بس يبي له غرض لفلان ومعله فلان المسجد، الواحد المسجد توعد انت وياه مسجد فلان بس. فذاك اليوم يوم دخلت يا اخوان والله كني اول مره ادخل المسجد سبحان الله. بعد الصلاه ذيك والله يا اخوان تغيرت حياتي. وش تغيرت حياتي يا اخوان؟ اقسم بالله طلعت تايب من المسجد خلاص. فسبحان الله الانسان مهما صد ومهما راح والله ما له الا يرجع الله سبحانه وتعالى. فالله الله يا اخوان والله العظيم المبادر، والله العظيم اليوم سبحان الله الانسان يقول باقي في راسه حب ما طحن وباقي 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 الى متى؟ والله قد ياتي الموت في اي لحظه سبحان الله. والحمد لله لهذا الشيء، ورجع لكم ان شاء الله بعد فتره. اخبر مره يا شباب، ارحب ارحب يلا حيوا ارحب ارحب الله انت ارحب اقلطوا يا شباب الواقف يجلس. اخبر مره يا شباب سبحان الله، مره دخلت على راعي بقاله عاد تعرف سبحان الله قبل الاستقامه وبعد الاستقامه تصير اشياء عجيبه غريبه. يوم دخلت عند راعي البقاله قلت كنت مطفر ابي سلف 5 ريال ليه معصيه دخان، قلت عطنا بكت وش هو يناظر، قال ما عطني 5 ريال ايام 5.5 قديم يعني شوي قبلها 6 ريال كان 5.5 قال قلت له الحين بعدين وكذا، قال ما فيه ويغطي يغطي مكان الكروز. قلت ايه زين، ويجيه البوكس يا اخوان ماشي 200 مجاوب بوف ونزرف البكت ونطلع سبحان الله كرز سبحان الله يا اخوان. رجعت مره ثانيه طبعا الشايب راح له راعي البقاله، قال ولدك سوى، قال ما حد قالك تبيع حرام، زبد له الشايب قال ما حد قالك تبيع حرام تستاهل، هذا وش ادفع فلوس حرام مستحيل ما في سبحان الله يا اخوان. جيتها مره ثانيه ابي علك زين، كان عندنا عزيمه وقلت ما لها داعي تخش ريحه ثمك دخان غير الوضع، ربع ريال قال ما فيه يا ابن الحلال غير بدل ما فيه انت ما تستاهل ويغطي الكروز. قلت يجيك بوكس الحين بس ما يستاهل ربع ريال بوكس. طيب سبحان الله يا اخوان بعد الاستقامه شوف الدين شلون عز وحلاوه ويا زينه زينه يا اخي سبحان الله يا اخوان. بعد الاستقامه دخلت بعد صلاه جمعه قضيت البيت منه حليب ومنه شاهي ومنه اغراض ودجاج ومدري شلون، طلع الحساب تقريبا 87 ريال. اناظر ادور البوك نسيت البوك سبحان الله، قلت شكله الحين بيزبد لي زي اول. قلت كم؟ قال 87. يوم شافني ادور البوك قال ما في مشكله انت الحين 100 100 سبحان الله، انت الحين وخذ بقاله ما في مشكله انت رجع ان شاء الله. شوف سبحان الله مره من المرات يا اخوان واقف لمزين جو رمضان، تعرف جو رمضان أوف. بعد العشاء استغفر الله عند الناس وين؟ مقهى مقهى ام بي سي تعيد لك طاش ابتين على راس بحريني تفاح ترويقه، وقف ما معي الا 10 ريال وموعد الشباب هناك ولا مروني سم. الله اكبر ما شاء الله ما. الام احمر حي الله حي الله الشيخ حي الله الشيخ كيف حالك يا طيب ما شاء الله بيض الله وجهك بيض الله وجهك. هاي يا اخوان هذا بدايه تونا الحين الى الحين تونا، هذا ثاني بكت الى الحين، حنا ما احنا بطالعين يا اخوان الا هالماصه باذن واحد احد تمتلي باذن واحد احد. طيب وين كنت يا شيخ؟ الام مليان احبتين يا شيخ الليل طريق الشرقيه. طيب وين كنا؟ ايه المقهى. وقفت راعي اللوموزين قال 15. قلت محمد ابي قردنا، يقال لي قردنا الحين. قلت محمد ما في 10 ريال. انا قلت 10 ولا ما قلت يا اخوان؟ الرجال الاول توني ما سكرت الباب اناظر يا ابن الذين وقف بس واوريك يا هذه خلاص امضيناها لله الحين خلاص. قلت يا ابن الحلال وقف واوريك سبحان الله. استقمت في رمضان سبحان الله، بس ماني برايح مقهى لا، من الخالدية رايح جامع الملك خالد اللي أمه الشيخ عادل الكلباني. يا إخوان ما معي إلا 10 ريال. الجامع تصور منه لأم الحمام كم؟ أقل ما فيها 25، وانكسرت وصرت قعيطي 20 ريال. قلت ما في أمل، قلت بس يلا متوكلا على الله.
ووقف السلام عليكم محمد روح جامع الملك خالد ام حمام صلي تراويح. قال اركب. قلت له كم؟ قال 25. قلت شوف محمد والله ما في الا 10. ايش قال يا اخوان؟ ما في مشكل اركب انت روح مسجد الصلاه سوي دعاء. قلت يا شيخ اسوي لك دعاء؟ تبي دعوتين؟ خلي 10 معي. الله المستعان. لذلك كان عنوان هذه المحاضره اليوم وش هي؟ كفايه هجوله. كفايه هجوله. شوفوا شوفوا يا اخوان اخونا ابو غريب هذا وش كاتب على بنيته؟ كفايه هجوله. لان ابو غريب صح انه يخرع الحين بس يا زين الحين سبحان اليف من يوم تحك راسه يجي معك سبحان الله من يا ابو غريب يا حبي لك يا ابو غريب الله يغفر لك سبحان الله يا اخوان. لذلك سبحان الله الهجوله لما قلنا كفايه هجوله والله يا شباب لان في هالطريق مضينا ومضينا ومضينا وجربنا وسوينا وسوينا لكن والله ما وجدنا السعادة أبدا ما وجدنا السعادة. قصة كنت يوم من الأيام أحد القراء عندنا هنا في خنشليلة كان عندنا جلسة اسمها جلسة شباب المليون فيما مضى. كنت مصلي ذاك اليوم رمضان فجأة شف نهايات الهجوة للأسف للأسف. وش تدمر؟ ما تدمر إنسان يا ليته تدمر إنسان واحد اللي يهجول لا تدمر وتدمر أبوه وتدمر أمه وأخوانه وخواته وبيته كلهم يندمر. سبحان الله طالع من المسجد من عند أحد قراء خنشليلة جزاهم الله خير امرأة أوقفتني ويا ليتني ما وقفت يا أخوان والله يا ليتني ما وقفت. سبحان الله امرأة كبيرة في السن بدأت تبكي. أنا استغربت وش تبي؟ قلت سبحان الله يمكن تبي دراهم. قلت لو تبي دراهم بعطيها بس ما ودي أطيح في موقف مثل هالموقف سبحان الله. ثم بدأت تتكلم هذه المرأة ويا ليتها ما تكلمت. تدرون ليش يا شباب؟ قالت ويا ليتها ما قالت يا أخوان. قالت أنا لي ابن عمره 22 سنة ما عند الله. تصوروا شعور الأم ولدها الوحيد وعمره 22 سنة وش الرجة اللي رجتها الأم في طفلها الذي ولد قبل 22 سنة؟ إنه وش يصير؟ طيار، مهندس، مدرس، مستقبل مشرق، مستقبل جميل، ولدها الوحيد كم تعبت كم سهرت لهذا الابن سبحان الله. ولكن الشيطان يغوي وللأسف أغوى الكثير. ثم قالت أبوه مات قبل سنتين وعمره 20 تعرف على شلة فساد وخراب ودج معهم وطاح في المخدرات. تقول والله والله يا ولدي كل يوم يصبحني بكف ويمسيني بكف والله كأني شغاله عنده ويا ليته يا ليتني أسلم. تقول والله إنه يخش يطقني ويطلع يطقني. شوف الأم وش تقول؟ ترى ما جت قالت لي تعال طقه لا لأنها تخاف على ولدها. تدري وش قالت لي؟ قالت لي تعال تكفى ادعه يمكن يتوب. سبحان الله هالوحش اللي يطق أمه كل يوم. أمه الآن تقول لا تروح تطقه ولا تروح تعلم عليه ينطق لا تعال ادعه يمكن يتوب. خذوه معكم جلستكم طلعوه عمره. والله يا أخوان وهي تكلمني كانت تروح وترجع وتلتفت. أنا استغربت قالت أنا خاف يشوفني. شوف سبحان الله حسبي الله ونعم الوكيل. عيش أمه يا أخوان في خوف وفي وهم وفي حياة تعيسة. هذه الأم اللي كانت تنتظر هذا الابن والمستقبل المشرق كله ضاع في حبتين وسقارة وفرط للأسف. إخواني عندنا في جامعة الملك سعود عيادة مكافحة التدخين. موقف أثر فيني كثير. جانا دخل علينا واحد العيادة قبل الأربع الماضي تقريبا بس الولد ماش يعني ما عجبني وضعه. يروح الإرسال عنده ويجي يروح ويجي يروح ويجي. أنا استغربت ثم ذكر لي أنه تعاطى مخدرات ثم دخل الأمل وتعالج من الأمل وخرج والآن وضعه زي الإرسال يروح يجي مرة يجي معك ومرة ما يجي معك سبحان الله. اليوم الثاني يا شباب اليوم الثاني وش صار؟ جاء أبوه. زين يا إخوان تصوروا أبوه كبير في السن يعني تقريبا عمره 50 سنة. هالولد يا إخوان هالشاب في المستوى السادس في المستوى السادس في الجامعة. أبوه يجيبه ويرجعه ويروح يوديه النادي ويأخذ أي مكان يوديه أبوه سبحان الله. أنا نظرت سبحان الله وين هالأبو عن هالابن؟ يوم كان مراهق يوم كان توه في المتوسط يوم كان يمديه يوديه حلقات القرآن يوم كان يمديه يوديه عند أهل الصلاح لعلهم يصلحون منه شيء. لكن سبحان الله جاء الأب وهذه رسالة إلى الآباء حقيقة. للأسف يجيك الأبو والله يتصلون كثير يا إخوان يجي يقول لك ولدي 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 يوم تسأله تقول طب عندكم دش؟ يقول لي عندنا دش. سبحان الله تحط له سبب كل فساد وسبب كل مصيبة وسبب كل بلاء ثم تقول أبيه مطوع ثم تقول ليش يروح يدخن
ثم تقول ليش يروح يحشش، ثم تقول ليش يروح يبيع مخدرات. لا حبيبي، أصلح بيتك يصلح ابنك. سبحان الله، هالأب الحين يقول والله إني أراقب ولدي، مسوي ذيب عاد، يقول أراقبة مراقبة غير مباشرة. سبحان الله، ينفع الآن يا شباب المراقبة؟ الولد ضاع ونص مخه راح بعد، الله المستعان. طيب يا شباب أحبتي، شباب اللي ورا معليش الجو برد علينا، اللي ورا اقربوا يا إخوان تكفون، واللي واقف يجلس تكفون، طلبة يا شباب أطلبكم طلبة يا الخلجليلة، اللي ورا يقربون، اقربوا يا شباب. أسأل الله كل من يقرب الآن يزوج حورية تشق الجبهة، يضمها ضمة يسعبل تقطر السعبول 40 سنة. كل من تقدم يا أخوان أسأل الله أن يقدمه في الجنة. يلا يا شباب اقربوا حورية تضمك تنسيك حليب أمك. يلا يا ولد، يلا يا ولد، لحق على الحورية، صف الأول يا ولد، سم سم اللي قدام من أول، حوريتين، واحدة لواحدة تعزيز. طيب هذا يا إخوان الأسبوع اللي راح سبحان الله جاني واحد يا شباب وقف موترة ما دخل الجلسة، سلم علي، سلمت عليه، اجلسوا يا إخوان معليش، اجلسوا، الواقف يجلس، اجلسوا يا شباب، اجلسوا يا إخوان، الواقف يجلس. جاء قال لي اسمع، أنا كنت قبل 10 سنوات محكوم قصاص، يقول كان فيه قصر في القضية، يقول ما حكموني ولا قصوني. الأسبوع اللي راح كان موجود معنا، قال ما حكموني ولا قصوني، يقول جلست 7 سنوات لين كمل عمر القصر. يقول سبحان الله تنازلوا الأخصام، تنازلوا وطلعت من السجن. يقول قبل مطوع والله إني جربت كل شيء، كل شيء يخطر على بالك والله جربته ولا وجدت السعادة. يقول الحين أنا أبي أجرب شيء جديد، يقول أبي أجرب الدين، أبي أجرب شيء جديد، أبي أجرب الدين، يقول والله ما لقيتها. سبحان الله يا إخوان، الأسبوع اللي راح ركبت لوحة خلفية الموتر، كتبت بحثنا عن السعادة في كل شيء فما وجدناها إلا في الدين، حطيت رقم الجوال، دق علي واحد يا إخوان كان يسألني عن بنت، قال أنت وين رحت، وين دورت، قلت في المخدرات، قال وين بعد، قلت في الطلب، قال وين بعد، قلت في التفحيط، قال وين بعد، قلت في السفرات، قال وين بعد، قلت شراب، قال وين بعد، قلت زنا، كل شيء يخطر على باله. قال بالله ما لقيت، قلت والله ما لقيت. الآن غامض ما قال شيء سبحان الله. قال والحين، قلت والله الحين لقيت. قال لقيت، قلت والله الآن لقيت يا إخوان، والله وجدنا السعادة الحقيقية فعلا. وين؟ في مكان يا شباب والله ما تتوقعون موجودة فيه. تدري وين لقيناها؟ في المسجد. تدري وين لقيناها؟ قيام الليل. وين لقيناها؟ صيام. توقع يا أحبتي سبحان الله. أحبتي قصة نقف معها، قصة نقف معها، نشوف الهجولة، هل الهجولة سالفة الحين أو سالفة من زمان أو سالفة جديدة قديمة؟ وش سالفة الهجولة أحبتي؟ قال الإمام مالك ابن دينار أحد أعلام الأمة، قال حججت في سنة من السنين، خلاص يا شيخ تكفى خلاص، يقول حججت في سنة من السنين زين، يقول فأتى يوم عرفة، يقول فرقيت فوق تلة يوم عرفة، فنظرت إلى الناس وهم يذهبون من عرفة إلى مزدلفة، يقول فقلت الإمام مالك بن دينار من السعيد فأهنيه ومن التعيش فأعزيه، من اللي تقبل الله منه فعاد كيوم ولدته أمه فأهنيه، ومن المسكين اللي ما تقبل الله منه التعب وهالنصب وعزيه، قل عظم الله أجرك في حجك. يقول فلما بت ليلتي أتاني منادي فقال يا مالك لقد تقبل الله من أهل الموقف أهل عرفة كلهم إلا واحد، إلا واحد. يقول الإمام مالك فخفت أن أكون هو أنا فبكيت ورجوت الله ألا أكون أنا. يقول فلما بت ليلة الثانية، يعني ليلة كم؟ يوم 10 ليلة 11، أتاني منادي قال يا مالك لقد تقبل الله من أهل الموقف كلهم إلا واحد وهو لست أنت، مو بنت يا مالك. يقول فقلت من هذا المسكين، كل هالناس تقبل الله حجهم إلا هالمسكين، شنا مسوي ذا؟ يقول فلما أتى الليلة الثالثة أتاني منادي، أتاني في الليلة اللي قبلها وقال يا مالك لقد تقبل الله من أهل الموقف كلهم إلا رجل واحد وهو محمد بن هارون البلخي، محمد بن هارون البلخي. يقول الإمام مالك فقلت عجبا له لم يتقبل الله منه
أي ذنب عمله هذا الرجل فلم يتقبل الله منه. أحبتي، لما قضى الإمام مالك حجه ذهب إلى بلخ، بلخ جهة باكستان، يقول فلما وصلت إلى بلخ دخلت على خرابة من خرابات بلخ فوجدت شباب، فقلت لهم دلوني على محمد بن هارون البلخي. يقول الإمام مالك يعني توقع وش هو؟ واحد زاحف على البيبان منتهي مهجول، صح هذا اللي توقع الإمام مالك. فقال تقصد الإمام العابد الزاهد محمد بن هارون البلخي؟ يقول فازددت عجبا، إمام وعابد وزاهد وما تقبل الله حجه، وش مسوي ذا؟ يقول فقلت نعم، قلت خلني أمشيه خلني أشوف. فدلوني على خرابة من الخرابات، قالوا تجد هناك يعبد الله. فلما دخلت يقول هالخرابة وجدت رجل فيه صفتين عجيبة، فيه زهد العباد وورع العلماء. يقول كان يصلي، فلما انقضى من الصلاة قلت أنت محمد بن هارون البلخي؟ قال نعم. قال أنا مالك بن دينار. ثم قص له القصة، أطرق محمد بن هارون وبكى، ثم قال في كل سنة أحج فيها إلى بيت الله يأتيني منادي ويقول يا محمد بن هارون ترى أتاني منادي ثلاث ليال وقال لم يتقبل الله منه. قال لي 40 سنة وكل سنة يجيني واحد يقول يا محمد بن هارون ما تقبل الله حجك. يقول الإمام مالك فقلت له ويحك، إن ذنبك عظيم، أكيد لك قصة عظيمة منعت عنك قبول الحج، أكيد في سبب. وش السبب؟ قال اسمع إذن. يقول سهرت مع ندماء لي، شلة الضياع، شلة الزحف، شلة الهجولة، يقول سهرت معهم تلك الليلة فشربنا الخمر حتى سكرنا الثمالة، طق أبو الشباب الكاس. يقول فلما ذهبت الليل إلى البيت دخلت البيت فإذ بأمي في فناء البيت تعمل لنا خبز للسحور. يقول فقالت ويحك، يوم شافت فاقد قالت ويحك يا محمد بن هارون، سيصبح الناس صيام وأنت تصبح سكران؟ يا محمد بن هارون الناس بكرة أول أيام رمضان صيام وأنت سكران؟ يقول فما كان من محمد بن هارون إلا أن أخذ أمه وقذف بها وين؟ في التنور. يقول فاحترقت حتى أصبحت كالعجين. خرجت زوجته على صراخ أمه، أخذت محمد بن هارون أدخلت غرف من غرف الدار. في الصباح راحت السكرة، أتت الندامة والحسرة، ناظر محمد بن هارون في غرفة مسكرين عليه، إيش السالفة؟ طق الباب، طلعت زوجته قالت من ذا الذي فعل بي هذا؟ قالت أو ما علمت ما فعلت بأمك يا محمد بالأمس؟ فأخذت زوجته إلى التنور وقالت انظر إلى أمك، فرآها وقد انتخفخت كالعجين. يقول من ذلك اليوم أعلنت توبتي، كنت أغنى أغنياء بلخ. يقول طلقت زوجتي، قلت اذهبي إلى بيت أهلك، بعت الدار، تصدقت بكل أموالي للفقراء، ثم اعتزلت الدنيا كلها 40 سنة وأنا في هالخرابة يا مالك بن دينار أعبد الله في هالخرابة 40 سنة، أحج إلى بيت الله من بلخ من باكستان إلى مكة 40 سنة، رجلية ما في خطوط ما في درجة أولى، وفي كل سنة يجي واحد يقول يا محمد بن هارون ما تقبل الله منك. الإمام مالك قال له يا محمد إن ذنبك عظيم، إن ذنبك عظيم. يقول الإمام مالك فلما هممت بالرجوع يقول قلت لعلي أبيت هذه الليلة في بلخ، فلما بات يقول أتى صاحبي المنادي اللي كان يناديني في أيام الحج وقال يا مالك يا مالك تقنط الرجل من رحمة الله، يا مالك تقنط الرجل من رحمة الله، يا مالك اعلم يا مالك بن دينار أن الله قد غفر لمحمد بن هارون البلخي بنظرة أمه له يوم القيامة، نظرة عطف ورحمة، وهو يساق إلى النار يوم القيامة، يساق محمد بن هارون إلى النار فتنظر إليه أمه نظرة عطف ورحمة فيغفر الله له بها النظرة. سبحان الله، يا ما فرطنا في الأم ويا ما فرطنا في الأب للأسف. أحبتي هالدنيا فيها طريقين يا شباب، والله ما في ثالث لهم. زين يا شباب، حنا عنوان اليوم كفاية هجولة كما ذكرنا وقلنا ورددنا، كفاية هجولة. أحبتي في طريقين الآن من هالمكان لازم تختار طريق، في طريق يمين وفي طريق يسار. طريق يسار قافلة مستمرة رأسها وصلت معي يا شباب، هالقافلة وصلت اللي ماشية يسار،
لكن للأسف وصلت النار والعياذ بالله. ترى فيها ناس قاد القافلة من ضحاطح، ناس طحطوح، فرعون زحف على وجهه قال أنا ربكم الأعلى، لكن الآن النار يصلاها مذموما مدحورا. زحف أبو لهب الآن تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. القافلة فيها ناس أبو جهل، أبو لهب، مسيلم الكذاب، فرعون، النمرود، كلهم في القافلة. وفي ناس للأسف من أمتنا يقول أنا محهم، رايح محهم، وهو توه في الدنيا يقول لا بيروح مع أبو جهل ومع فرعون ومع في النار. سبحان الله، هالقافلة تبحث للأسف عن السعادة. شفت القصة اللي ذكرناها أبو شعر مطشم في البداية راعي الشريط؟ ترى ما سوها للسوات يا شباب إلا بحث عن شيء، بحث عن السعادة. شفت البياعين اللي كانوا في منفوح يتبايعون على العشرة؟ ترى ذا ما اشترى وذاك ما باع إلا بحث عن شيء، بحث عن السعادة. شفت رمزي قبل الاستقامة كان يبحث عن السعادة، شفت أبو سعد قبل الاستقامة كان يبحث عن السعادة. طيب بالعربي كذا أي واحد يزحف، طيب يا مطوع نشوفهم يضحكون، نشوفهم يرقصون، نشوفهم فالينها، شلون ما يجدون سعادة؟ أحبتي نقف الآن هالطريقين، ما راح أحكم عليهم أنا ولا أبو سعد، راح يحكم عليهم رب العالمين. بس أسألك بالله يا من أنت في هذا المكان أو تسمع هذا الشريط أن تقرر أخي الحبيب أي طريق تسلك. اسمع طريق يسار يبحث عن السعادة في التفحيط، في الورعان، في البنات، في الزحف، في المخدرات، حبوب أبيض، حبوب هروين، حشيش، سجارة، دخان، أغاني. اسمع، كل واحد يبحث عن السعادة، يقول الجبار سبحانه ومن أعرض، أي ابتعد، ومن أعرض عن ذكري، ذكر الله سبحانه وتعالى، هذه المجالس الطيبة وش تعطي يا رب سعادة؟ يقول الجبار لكل من ذهب بحثا عن السعادة في غير ذكر الله فإن له معيشة ضنكا. معيشة عرفناها، ضنكا شلون يا شيخ؟ يبحث عن السعادة يسمع جالس أغاني فالة، شلون يا شيخ يفرط الحين سجارة مدسمها؟ شلون يا شيخ ست راسه قبل شوي فرحان؟ شلون يا شيخ جالس يرقص قبل شوي؟ وش ضنكا؟ وش هذه معيشة ضنكا؟ كثير ما يعرف ضنكا. اسمع وطبق على نفسك إن كنت عاصي. ضنكا يقول ابن كثير صاحب التفسير الضاد ضيق والنون نكد والكاف كدر، المسكين يبحث عن السعادة في غير طاعة الله فيعطيها الله ضيق ويعطيها الله نكد ويعطيها الله كدر، وهو يبحث عن السعادة. تقول لي يضحكون؟ إيه يضحكون، بس ما تخرج من قلب. إيه يضحكون، وقتية، والله ما تتعدى الساعة، انت عدت، ويا ليت المسألة تنتهي في الدنيا يا شباب، يا ليت المسألة تنتهي في الدنيا، والله تهون. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. اسمع الآية اللي بعدها، هالمسكين اللي يبحث عن السعادة وماسك طريق يسار، وش يقول الجبار في الآية اللي تليها؟ ونحشره يوم القيامة أعمى. خلينا نوقف، معليش يا شباب، خلونا نوقف عند كلمة يوم القيامة، وش معناها؟ تبي تفصيل؟ نفصل لكم يوم القيامة. يوم يجعل الولدان شيبة، شفت البزر ذا؟ يوم في ذاك اليوم يشيب على طول، يصير شايب من أهوال ذاك اليوم. تبي تفصل في يوم؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، هذاك يوم. شفت ذاك اليوم العظيم؟ تجيك أمك تقول لك ولدي بطني كان لك وعاء، ولدي صدري كان لك سقاء، ولدي يا ما سهرت، يا ما تعبت، يا ما فعلت من أجلك حسنة أدخل بها الجنة. حسنة، أمك تجيك تقول لك حسنة، ما تقول لا، تفر، تفقع من أمك. تدري ليه؟ تفر من أمك وتقول نفسي 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 نفسي. يجيك أبوك يا ما صرف عليك، يا ما عطاك، تقول نفسي 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 نفسي، أبد والله ما تعطيه، أبد والله ما تعطيه. ذلك اليوم حبيبي، شف تعريف عن يوم القيامة، السماء انفطرت، الكواكب انتثرت، البحار سجرت، القبور بعذرت، النفوس زوجت، المولودة سئلت بأي ذنب قتلت، كل هاك الأيام، كل هالأمور بتصير في ذاك اليوم. على فكرة الحين نسمع بإذننا، والله بكرة تشوف بعينك يا شيخ، الآن تسمع بإذنك، معليش ما يخالف، بكرة تشوف بعينك حبيبي، بكرة بتشوف بعينك.
في ذلك اليوم هالمسكين يحشر أعمى. والله إنه مسكين كان يبحث عن السعادة في غير طاعة الله، والآن يحشر أعمى في ذلك اليوم. إذ عرفنا هالأهوال في ذاك اليوم، ما بالك برجل يحشر أعمى؟ يا الله بيظل ويشقى للأسف، للأسف إنه بيظل للأسف ويشقى. أي والله أحبتي، سبحان الله، يقول عن نفس، يدافع عن نفسه المسكين في الآية اللي تليها، يقول: قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. يقول: يا رب كنت أشوف في الدنيا، كنت أحط الهوت بيرد، أقلب قنوات الهوت بيرد بيدي وأشوف بعيني، يا رب كنت أستقبل البلوتوث وأشوف كل شيء بعيني، ليش اليوم أعمى؟ يرد عليه الجبار: ما يدعه أبدا. يقول له: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. تذكر المطوع اللي كان يقول لك تبعد ارجع، الشريط اللي سمعته في الدنيا، الآيات اللي كنا نرسلها لك ولا اعتبرت ولا افتهمت، تذكر هالآيات اللي نسيتها؟ يقول له الجبار: كذلك اليوم تنسى. اليوم ننسى، هذه قافلة يسار. في الدنيا ضيق ونكد وكدر، القيامة يحشر أعمى وينساه الله. اتصوروا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، نعوذ بالله من هالحياة البائسة. سبحان الله، سبحان الله. والله يا شباب، يقول الجبار للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة. وش يوم الحسرة؟ يوم الحسرة هذا اسم من أسماء يوم القيامة. تدري ليه؟ إيش معنى حسرة؟ حسرة شيء كان عندك وفرط فيه، ثم يوم جيت تعاقب عليه أشد الندم الحسرة. كان عندك التوبة وفرط في التوبة، يوم القيامة لا منك صرت في النار والعياذ بالله، تتحسر في ذلك اليوم. الله يقول: أنذر الناس يوم الحسرة، يوم أهل المعاصي يتحسرون على الدنيا أنها راحت قبل التوبة. تبي نسمع حسرات من حسرات أهل المعاصي والذنوب؟ ها تسمعون؟ اسمعوا حبايبي، ما راح نتكلم اليوم أبد، الله سبحانه يتكلم. أول ما يوضع في القبر المهجول المزقرت الزاحف، أحوال أحوال، قم بس قم، أول ما يوضع في قبره تدري وش يقول؟ ترى ما راح يقول: هلا هلا منكر نكير كأجلس أجلس نفرط، لا. تدري وش يقول؟ قال ربي ارجعون، ربي ارجعون، ربي ارجعون. ليش ترجع؟ تشوف آخر بلوتوث وش نزل عشان تشوفه، وتشوف القنوات وش نزل جديد، آخر شريط للفنان فلان أو الفنان علان، لا. اسمع ليه يقول: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقول: يا رب رجعني للدنيا والله ما أعصيك، يا رب رجعني للدنيا والله ما أحلق لحيتي، يا رب رجعني للدنيا والله ما أسبل ثوبي، يا رب رجعني للدنيا والله ما أسمع أغاني، يا رب رجعني للدنيا والله ما أناظر التمثيليات والأفلام والمسلسلات. للأسف يرجع؟ والله ما يرجع. حسرة أخرى من حسراتهم، يوم الحسرة والندم. يقول الجبار في موقع آخر لهم: يا الله مساكين، والله مساكين. يقول الجبار: ويوم يعض الظالم على يديه. الآن في الدنيا لا عض الواحد إصبع، قالوا عض إصبع الندم، يوم القيامة لا حبيبي، تعض يديك كلها الثنتين العشر من شدة الندم والتفريط في الطاعات. يقول ابن كثير صاحب التفسير: فتتآكل يديك الثنتين حتى المعصم من شدة الندم، فيعيدها الله لك فتأكلها وتعضها من شدة الندم، فتتآكل حتى المعصم فيعيدها الله لك فتعضها من شدة الندم ثالثة، فتتآكل حتى المعصم، ندمان حسران على الأيام اللي راحت. تدري ايش يقول؟ يقول هالظالم يوم القيامة: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني مشيت مع أهل الصلاح والطاعة، يا ليتني رحت مع أهل الدين الصالحين، يا ليتني تبت يوم الطيبين انصحاني، يا ليتني عدت ورجعت يوم جاني الشريط. ثم يقول: يا ويلتاه، يا ويلتاه. يدعي على نفسه بالويل والثبور. ليه؟ يقول: ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً. فلان هنا ترى مو معناها صاحب، لا لا. يقول ابن كثير صاحب التفسير: فلان نكرة، حط تحتها مليون خط، بكت الدخان
شوفوه فلان يا ليتني ما اتخذت البكت خليلا. ليه؟ الآية اللي بعدها: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الريموت فلان يا ليتني ما اتخذت الريموت والرسيفر خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. شريط الأغاني فلان يا ليتني ما اتخذت شريط الأغاني خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. شلون؟ كان مطاعة يعطونا مسواك يحطه جنب البكت، بيطلع المسواك يطلع البكت، يقول سقارة يا رجال، أضله الدخان أضله. كان يعطونا شريط قرآن أو محاضرة يحطه على الطبلون، بيحط شريط القرآن المحاضرة، يلقى قدامه فلان فلان فلان، يقول خلني أسمع انطرب يا رجال، أظل الشريط؟ إي والله أظل. فهم مساكين يعيشون في الدنيا في ضيق ونكد وكدر، ويوم القيامة حسرة وندامة. بالله أي حياة، أي حياة هذه؟ إيه نشوفهم فرحانين مهجولين زاحفين، بس والله بدون سعادة، بدون سعادة. الله أكبر. هذا الثالث يا أخوان، هذا البكت باقي، ما احنا طالعين منا الا الطاوله ذي ممتلئه باذن الله. اي شيء يغضب الله يجي اليوم هنا باذن الله. احبتي، طيب الحل خلاص، انا من ضمن الصفات يا مطوع اللي قلتها فيني، وانا من ضمن لهالطريق، وهالطريق تقول نهايه النار. اعطني حل يا شيخ، لا تتركني يا مطوع، تكفى. في حل، في حل، ابشر، في حل. اسمع الحل. طريق يمين، طريق يمين، تدري من يقوده؟ يقوده النبي صلى الله عليه وسلم. ابشر، الطريق مليان والله، كل يوم يدخل ناس، كل يوم ينضم تائبين إلى هذه القافلة. هذه القافلة رأسها محمد صلى الله عليه وسلم، ووضعت رحالها في الجنة. أبشركم اللي يبي يرتكب مع محمد صلى الله عليه وسلم، اسمع، إن أنت تبت وعدت ورجعت إلى الله ماذا يعطيك؟ حبيبي سمعت قافلة يسار؟ تكفى، لا تفتح إذنك، افتح إذن قلبك واسمع بقلبك هالآية. هالآية هزت ناس كثير، تاب منها آلاف. قول الجبار في سورة الحديد: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. إلى متى يا أمة محمد؟ إلى متى أغاني؟ إلى متى دخان؟ إلى متى ضياع؟ يلا يا شباب تكفون يا أخوان، لا يجيك ملك الموت وعطب لون نوال ولا نانسي، لا ياخذ ملك الموت. وآخر شيء في المسجل كان أغنية للأسف، والله أمام عيني في طريق الملك فهد يا شباب، جمس جالسين يرقصون، صلى الله أن يتجاوز عنه. ثم يوم تعدانا بدأ ينطل الجمس، انقلب الجمس، رقص صبية اللي بين الشارعين السيدين في الملك فهد، انقلب على السيد الثاني، وقف الشارع. يوم رحنا يا إخوان ثلاثة ماتوا والله العظيم. يوم راح الدفاع المدني يقص الموتر عشان يخرج الجثث ما استطاع، تدري ليه؟ الصوت كان مفجور على آخر شيء أغاني للأسف. أتاهم ملك الموت، والله أخذ أرواحهم أمام أعين كثير من الناس، وآخر شيء كان أغنية للأسف. آخر شيء كان أغنية للأسف، والله الدفاع المدني ما استطاع إخراج الجثث إلا بعد أن كسر المسجل. كسر المسجل، انطفت الأغنية، استخرجوا الجثث. حبيبي تريد نهاية كالنهاية والعياذ بالله؟ طب إلى متى؟ إلى متى يا أمة محمد؟ يلا يا شباب، يلا يا شباب، القافلة تريد المزيد، القافلة تريد المزيد، لابد من الانضمام يا شباب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، تكبير، تكبير يا إخوان. يلا يا شباب، يلا يا أمة محمد، إخوانكم انضموا، هل من منضم؟ بيض الله وجهك يا إخوان، الجلسة، الجلسة، بيض الله وجهك يا إخوان، هل من منضم؟ ما راح نروح اليوم أبد، والله ما نروح لين تمتلئ الطاولة بإذن الله. يلا يا شباب، أحفاد أبو بكر، أحفاد عمر، والله فيكم خير، والله فيكم خير يا إخوان. لا يكون نهايتك الشريط، لا يكون نهايتك البكت، لا يكون نهايتك على هالرسيفة. تكفون يا أمة محمد، يلا يا شيخ قم، لا يسبقونك الرجال. الله أكبر، الله أكبر، تكبير يا إخوان، تكبير، تكفون. يلا يا شباب، أشرطة فيديو رسيفرات، تكفون يا شباب. الله أكبر، الله أكبر، أفلام هندية، الله أكبر، الله أكبر، كبة يا شيخ، هذا ما شاء الله، الله أكبر، تكبير، تكبير يا إخوان، تكفون، تكبير. طيب يا شباب، يلا يا أمة محمد، يلا يا شباب، والله تستطيع، لا تقول ما أستطيع. اللي في جيبه بكت، أسألك بالله، ليه للحين في جيبك؟ ليه؟ ليه البكت للحين يا شيخ؟ طلع يا أخي، ارمى، مو بشرط ترميه عندنا، ارمى في أقرب مطوع عندك، خله هو يجيب. ليه المسجل الحين إلى الآن أشرطة أغاني؟ جبها يا شيخ، بادر، غير. يلا يا شباب، والله القافلة تريد المزيد، والله القافلة تريد الانضمام.
وتريد الناس ينضمون لها القافلة. حبيبي ما يسرك أن تصير في قافلة محمد؟ إلى الحين تبي تندم؟ إلى الحين تبي تجرب يوم الحسرة؟ إلى الآن تبي تجرب يوم الندامة؟ يلا يا أخوان، يلا يا شباب، يلا يا أمة محمد، يلا يا شباب. والله بإذن الله الطريق مفتوح، ترى الطريق ما يغلق إلا مرتين. إذا جاءت سكرة الموت يا الله، والله يا أخوان ما راح تنفع رب يرجعون. إذا أتت سكرة الموت ما راح تنفع رب يرجعون أبدا. الطريق الثاني اللي ما فيه طريق يسكر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. حبيبي يسرك يوم القيامة تروح لأمك تقول يمه حسنة، تفر منك أمك وتقول نفسي نفسي. طيب يا شيخ ليش؟ بالله لا يا شباب، والله يا أخوان الطريق مغلق يا شيخ، ارجع داور، طريق مغلق، طريق مسدود، طريق كله حفر، طريق كله مطبات، طريق كله ظلام، كله دمار، غابة، والله غابة يا شباب. ها يا أخوان لا يكونون هالشباب أطيب منكم، يلا وين التسابق في الخير؟ يلا يا شباب اللي جالس اللي في جيبه باكات اللي في موترة أشرطة اللي في بيته رسيفرات، ترى حنا كل ربوع، كل ربوع بإذن الله. وأعلن لكم أيضا أحبتي يا الموجودين هنا عن تواجد رحلة للحج، رحلة لكم يا شيخ، لعيونكم، لكم أنتم يا شباب. فعن الراغبين الذهاب إلى الحج، الذهاب إلى الحج، تدري إيش معنى الحج؟ يعني لو يتقبلك الله في يوم عرفة تعود كيوم ولدتك أمك ولا ذنب. الطبلون صفر وكالة، تمشي على حسب المشي، ذنب يبدأ الطبلون يحسب ذنب، ها تهجول يرتفع الطبلون، كل ماله يزيد. أحبتي أحبتي أحبتي، والله بحثنا عنها في التفحيل، في المخدرات، في الأغاني، في الفن، في الطرب، ما وجدناها إلا في الدين. وصلت الرسالة؟ وصلت وصلت. ألا هل بلغنا؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغنا؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغنا؟ اللهم فاشهد. اللهم يا رب العالمين، اللهم إنك ترى مكاننا، اللهم إنك تسمع كلامنا، اللهم يا رب، يا واحد، يا أحد، يا فرد، يا صمد، يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا رب الأرباب، يا رب العالمين، ترى مكاننا وتسمع كلامنا. أسأل الله، الله أكبر، بيض الله وجهه، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هنياه والله، هنياله والله، هنياله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله المستعان. يا إخوان هذه اللي دمرت أمة محمد، الله أكبر. والله الآن يا إخوان الآن الشيطان ظنكم كم ضغطه مرتفع؟ 6000، اجعله ما ينزل يا رب ويزود 10000 يا رب. والله يا إخوان كذا تعز الأمة، يوم هالأشرطة، ها يوم هالأشرطة تبدل بما يرضي الجبار سبحانه وتعالى، هنا تنصر الأمة. إيه هالأوقات ينزل المطر، هالأوقات يجي النصر، هالأوقات يعطيك الله ما تريد. يا رب الأرباب، يا رب العالمين، ترى مكاننا، تسمع كلامنا. اللهم يا رب من أتى بشريط أو فيديو أو رسيفة، أسأل الله، أسأل الله أن يبدله سعادة إلى يوم الدين. أسأل الله أمنوا يا أمة محمد، لقد خصكم الله بالتأمين، خصكم الله بالتأمين. أسأل الله من أتى بشريط أغاني أو فيديو أو رسيفة، أسأل الله أن يبدله سعادة إلى يوم الدين، أسأل الله أن يبدله سعادة إلى يوم الدين. اللهم اجعله هاديا مهديا لا ضالا ولا مضلا، اللهم اجعله هاديا مهديا لا ضالا ولا مضلا، اللهم اجعله هاديا مهديا لا ضالا ولا مضلا، اللهم اهده واهد به. الله أكبر، معسل، تكبير تكبير تكبير، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا شباب طلعت أشرطة، طلعت معسلات، طلعت فيديو، طلعت رسيفرات، يعني معقولة يا إخوان؟ يعني معقولة يا إخوان ما في ولا واحد مقضم ولا واحد راعي فرط؟ لا يلا يا شباب، ولا بياع ما شاء الله. طيب يا إخوان أسأل الله أن يبدلهم سعادة إلى يوم الدين، أسأل الله أن يتقبل توبتهم، أسأل الله أن يثبتهم، أسأل الله أن يثبتهم، يا رب ثبتهم، يا رب ثبتهم إلى يوم يلقونك يا رب العالمين، يا رب ثبتهم إلى يوم يلقونك يا رب العالمين. أسأل الله أن يبدلهم بما كان يغضب الرحمن
كل شيء يسعد الرحمن. أسأل الله أن يحشرهم في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يرزقهم الفردوس الأعلى، أسأل الله أن يرزقهم الفردوس الأعلى. شوف حبيبي الغالي، والله العظيم ما ينساه الله لك الأجل، والله ما ينسى الله لك المعسل، والله ما ينسى الله لك بكة الدخان يوم أنك أعطيته وقدمته لله سبحانه وتعالى. يجي يوم من الأيام تحتاج شيء، ترفع يديك للسماء تقول يا رب يا رب، أمي في العناية، يا رب يا رب يا رب، أخوي مريض، يا رب هم جاني، يا رب يا رب، أزل ما أجد من هم وغم. والله ما ينساه الله، والله ما ينساه الله، والله الشريف والرسيفر والمحسن والدخان، والله ما ينساه الله، والله يزيل ما بك، والله يزيل ما بك، لأني قدمت لله سبحانه وتعالى. أحبتي أنا هل بلغت؟ اللهم فشل أنا هل بلغت؟ اللهم فشد على هل بلغت؟ اللهم فشد يا أصحاب الذنوب، يا أصحاب المعاصي، آخر رسالة أحذركم فيها، والله ثم والله ثم والله، كل من لم يتأدب مع الجبار ويعصي الجبار فوق الأرض، والله يؤدبها الجبار في قبره تحت الأرض. والله ثم والله ثم والله، كل من لم يتأدب مع الجبار ويعصي الجبار فوق الأرض، والله والله يؤدبها الجبار تحت الأرض. أحبتي والله إذ ما تأدبت مع الجبار وعصيت الجبار فوق الأرض، والله يؤدبك الجبار في قبرك تحت الأرض. هذا والله أعلى وأعظم وأعلم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير على حسن استماعكم وإنصاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل دقايق وأجمل إحساس عشنا. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة عبد الله للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع تسجيلات الأمة، الرياض، حي المنصورة، هاتف رقم 446-5200. الهندسة والإخراج أبو زين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن في التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي تسعد الروح بسماعه فتزداد إشراقا وروعة، إن الأرواح النقية والأفئدة التقية لا ترتاح إلا مع هذا الأنين. روائع الأسحار. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. روائع الأسحار. إن هذا الأنيس بشرى لكل صاحب لوع، بشرى لكل صاحب هم، بشرى لكل صاحب غم ومعاناة. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. حديث ترتاح له الأرواح. عذب المورد لا تجد فيه مثلا ولا في كلماته عطا، ولا تمل من التلذذ به. يوم القيامة. ونفخ بالصور، ونفخ بالصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس مع سائق، وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وعلى
وعد ووعيد. خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. تسجيلات الأمة تقدم سلسلة روائع الأسحار، قراءة لسور قاف الداريات، الطور، الرحمن، الواقعة، الحاقة، بصوت القارئ ناصر الأحمد. وترقبوا جديدنا القادم بإذن الله. قراءة لجزء عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. بصوت القارئ مروان الكلالي. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. من إصداراتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة عبد الله بالإنتاج الإعلامي تقدم من الوجد اللوني تنظيمات والله ابو غازي نسه اسمع عليك يا جماعه والله ناسي بذل الجهد اليسير واحصد الاجر الكثير يا جماعه يا اهل الخير. الله يكون بعونك ابو محمد، بس يا اخوي لا تخلي بضاعتك تشغلك عن اولادك. لا تهمل اولادك، لا خلك من اشغالك، خلك من اعذارك، لا تنسى اولادك، لا اولهم الحاره. وان طعت عني يا هاني في لحظه من عيوني تكفون يا ناس ارحموني. الهيا يا شباب، نحشر الهيا. من ناصر؟ تعاكس بس. هلا والله عم سلمان، هم الشباب اللي ورطوني. اي شباب؟ قصدي عم سلمان. هذه قصة واسمعوها من شلة دبروها، على الخير ما يتركوها وعلى الشر يرشدوها. يا متهنا ويا انا عارفه بالعيد. اقول لك عيني بعد نافور، عطى من دستين، خذ لك من كل شيء حبه. هذا نجوم الظهر، نجوم الليل. منفجر على يدينا، كنا واخذنا عساف ودينا، لما نسعى تجرحت به الاطراف، هديني آية المطاف. كنا واخذنا عساف ودينا، الاشجار سقيها والاغصان قصصها، والجيران وصلها. من الوجد اللوني. وترقبوا جديدنا القادم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. غريب الدار لا تبحث كنينا، على ما فيه جعل الله يعينا، على غريب الدار. جاني وانا في وسط ربعي وناسي، جاني نشلني مثل ما ينشل الناس، مني نشل روح تشيل المآسي، تشكي ابي بذكر الله عليه التكاليف، وعالم بهمي وعالم بحالي، من فرقة الغرب
الحنين والعين هلت وذرفات حرها ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها فسوف يوما على لقيت الناس ما منهم سلاما لزوم يلحقك منهم ملاما غريب الدهر للملا مر بلوى وينصح شباب للبلد هم املها واليوم يعلن للملا مر بلوى وينصح شباب للبلد هم املها له واحد غرب وجرب وداق من الدهر زينه وشيب وشاف ان الفراق اكبر مصيبة ومر ان الصبر يا دايقينا غريب الدهر يوم الوداع قلبي حرقه على الذي معروف بطيب يرقه طبع الوفا طبعه وللجود يرقه والعين هلت وذرفت حرمها مؤسسة عبد الله للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع تسجيلات الأمة الإسلامية تقدم إصدارها المميز غريب الدار.